مع بداية شهر أبريل من السنة الجارية احتضنت الثانوي التأهيلية الوحدة بتونات مسابقة تربوية في دوراتها الأولى تحت عنوان سبيلين بي. هي مسابقة تشجيعية للتلميذ لانفتاحه على اللغات الأجنبية وإتقانها وكذا اكتسابه لروح جماعية وآلية التعبير. حفل تربوي عبر فيه أساتذة لغة الإنجليزية وتلاميذهم عن انسجام حقيقي وروح غيور على هذا التعليم. Avoiding technical details and in offering an overview of how the competition runs and the prospects for another competition in the future. Has it been organized in such a way that led to the presence of a magical atmosphere combining friendship and inspiration for creativity in English? Has it given a chance to... لم تكن لتحقق هذا النجاح لولا تكاتف مجهودات لفعاليات مختلفة داخل المؤسسة، دعم مادي ومعنوي من طرف الجهة المسؤولة خاصة جمعية آباء وأولياء التلاميذ من جهة، والجهد الجبار لأساتذة المؤسسة من جهة ثانية. الذي كان بودي الحضور معكم في هذا الحفل الذي كلفني الحضور وأنباء مدرة سيزانتي تعبير. بغيت ما تفوتنيش هذه الفرصة باش نشكر اللي كان وراء هذا التميز، لأن وراء هذا التميز ديال التلميذات والتلاميذ كيرجع الفضل كبير للأستاذات والأساتذة الأعزاء. تميز كبير لتلاميذ المؤسسة وراءه أساتذة تجمعهم روح المبادرة والعطاء، روح عبر عنها مدير المؤسسة في كلمته. نشكر باسمكم أنصاروا على إنجاح هذه التظاهرة العلمية السادة أساتذة مادة اللغة الإنجليزية، وأخص بالذكر الأساتذة الكرام محمد فتاح ومصطفى العياشي ومجد مجدي على ما بذلوه من عناء لتقريب التلميذ من الأنشطة الموازية التي ستساعده ولا محالة على صقل قدراته الفكرية والمهارية والانفتاح على اللغات الحية وخاصة اللغة الإنجليزية. أما التلاميذ فقد عبروا عن نضجهم الفكري الكبير، ففي الوقت الذي يقوم فيه المشاركين في المسابقة بالاستعداد للنهائيات بعد أن اجتازوا بنجاح اختبارات أولية تمت داخل كل فصل، تقوم فئة أخرى من التلاميذ بالحرص على كل كبيرة وصغيرة لإنجاح هذه المسابقة. Morocco is known by its cultural diversity. D-I-V-E-R-S-I-T-Y, diversity. Correct. Transparency. Yeah. Transparency. T-R-A-N-S-P-A-R-E-N-C-Y, transparency. Correct. Can you put it in a sentence, please? I didn't have adequate time for preparation. Can you repeat the word? Adequate. Yes, adequate. A-D-E-Q-U-A-T-E. Adequate. Correct. هكذا إذن اختتمت فعالية هذا الحفل التربوي
بتوزيع جوائز تقديرية على الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى. هم ثلاث تلاميذ من كل فصل تم اختيارهم من طرف لجنة التحكيم على رأس 112 مشارك ومشاركة. إنه حفل تربوي رغم بساطته، إلا أنه فرصة قيمة لتوطيد العلاقة بين أعضاء الأسرة التعليمية بالمؤسسة والسير إلى الأمام في كل واحد وموحد، بل وترك فرصة للتلميذ للتعبير عن طموحاته وإبداعاته المعرفية. في أننا ساهمنا في إعداد هذه المسابقة التي نتمنى من الله أن تكون قد نالت إعجابكم وكانت عند حسن ظنكم، ومن هذا المنبر نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا النشاط التربوي والثقافي من جمعية آباء وأمهات وأولياء الأمور ومدير المؤسسة والسادة الأساتذة وتلاميذ وتلميذات. نستودعكم الله على أمل لقياكم في أمسية أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. هذه المسابقة وغيرها من الأنشطة الموازية ما هي إلا ظلال ألقتها عقول خضراء عشقت العلم ونمت به وأظلت به على عقول صاعدة.